لأول مرة في الشرق الأوسط، وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنجح بإجراء عملية جراحية باستخدام نظام المواءمة الحيوية الشريانية ديناميكس. تمتاز هذه الدعامات بمرونة عالية وقابليتها لأخذ شكل الوعاء الدموي التاجي بشكل طبيعي بعد فترة 6 أشهر، مما يسمح للشريان التاجي لاستعادة مرونته وشكله الطبيعي والمحافظة على فسيولوجيته، الأمر الذي سوف ينعكس في المستقبل على تقليل نسبة المضاعفات والخطورة على حياة المريض.